وسمينا. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقة شوط الختام وشوط التحديات واشواط الصعوب وسن القعدان. المسافة 1500 متر، شعارات كبيرة ومميزة هنالك المقدمة، والصدارة هنالك مكلف ومحمد بن راشد الهاجري، ولكن هنالك اللي تسلل المتسللين نظام وصل هنالك، الله، اسم كبير، حمد بن علي بن جرحب مع نظام. بالفعل هنالك حمد بن علي بن جرحب وثالث المراكز، وصل هنالك بارود لمحمد بن راشد الهاجري ورابع المراكز هنالك، ووصل اسم جديد، وصل ايضا نظام. بالفعل هنالك حمد بن علي بن جرحب، من يقدم لنا بهذا النظام الكبير المميز؟ وهنالك الله الله اسماء قويه متحديه في شوط الختام وشوط النخبة، نخبة قوية هنالك تسلل المتسللين هنالك اللي يحمل الرغب هنالك، الله، مختار بالفعل وعبيد بن سعيد بن رشدان. يلا يا بن رشدان، شوط الختام وختام همس، ولكن وصل بن جرحب مع نظام ليكون نظاميا بهذا الشوط، وحمد بن علي بن جرحب وثالث المراكز هنالك مكلف، ومحمد بن راشد الهاجري، ولكن لنا عودة إلى هنالك. مختار بالفعل واختار عبيد بن سعيد بن رشدان ليكون بطلا لهذا الشوط، واختار شوط الناموس وشوط التحدي. الله يا مختار، مختار، ولكن ارصد للغادم نظام. بالفعل أمتار أخيرة، ولكن مختار اختار الموقع عبيد بن سعيد بن رشدان. تهانينا وألف مبروك لما مالك مختار عبيد بن سعيد بن رشدان المري. المركز الثاني كان من نصيب نظام، وحمد بن علي بن جرحب المري. المركز الثالث كان من نصيب مكلف محمد بن راشد الهاجري. توقف الزمني ساعة وصول هنالك مختار، واختار شوط الختام 2:14:62. جزء تهانية لمالك مختار سعيد عبيد بن سعيد بن رشدان المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز المتقدمة شوطنا الأشواط، أيضا تهنئة لجميع الفائزين بالأشواط المميزة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، لقد وصلنا